اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج كله تمام مع هاله والويشي. بدايه حابين نفكركم ان احنا عندنا فائز بنقول اسمه في اخر الحلقه، وعندنا سؤال جديد برضو بنقوله في اخر الحلقه. احنا نبتدي معاكم بالاخبار، واول اخبار السياسيه عندنا مطالب برلمانيه بسرعه حل مشكله تراكم المياه تحت المنازل في حلوان. عندنا النائبه دينا عبد العزيز تقدمت بطلب احاطه للمجلس لحل الازمه، لأن المياه الجوفية موجودة تحت المنازل بحلوان، وأكثر الشوارع اللي موجود فيها هذه الأزمة هو شارع زكي حواس بحلوان. مشاهدينا أهلا بكم. بداية من أخبار التعليم، كمان بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي، وبتطلب أو خلاص بدأوا اللي هم يحددوها بنهاية ديسمبر وأول يناير. كمان أوضحت المصادر أن عقد الامتحانات في أعياد أقباط أو الأجازات الرسمية ده هيكون ممنوع تماما أن يتعمل فيه أي امتحان. كمان أوضحت أن الأسئلة هتخاطب الفهم وليس الحفظ، وده طبعا هيكون خبر سعيد لبعض الناس وهيكون خبر حزين للناس التانية اللي بتكون معتمدة على الحفظ في الشهادة سواء الإعدادية أو الابتدائية أو المرحلة الثانوية. كمان أكدت الوزارة على ضرورة الانتهاء من المناهج قبل بداية الامتحانات للفصل الدراسي الأول، وشددت المصادر كمان على أن إعلان مواعيد الامتحانات النقل دي بتكون خاصة بالمحافظين، هم المتطلب منهم أن هم يعملوا كده. المتطلب منهم كمان أن هم يتابعوا الإدارات الامتحانات هل في المواعيد الأجازات الرسمية أو في المواعيد العادية. ومن جانب الرياضة عندنا أنسات الشرقية لأول مرة في التاريخ أنسات الشرقية لفريق الهوكي يفوزوا ببطولة الأندية الأفريقية. فريق الهوكي طبعا للشرقية الرجال فاز عدة بطولات متتالية، لكن لأول مرة في التاريخ فريق الأنسات وهو فاز على الفريق الغاني، وكان المباراة موجودة على استاد هيئة قناة السويس، وأحرزت الهدف اللاعبة هارة في الدقيقة الثامنة من الشوط الثالث. ومن جانب كمان الأخبار العامة، كان فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي، دي بتكون كمان لكل التنفيذيين سواء الموظفين أو الناس اللي بيبدأ عمرها من أول 33 سنة لحد 45 سنة، وبيستمر التسجيل بدءا من اليوم حتى 5 يناير. كمان بالدفعة السابقة اللي اتقدمت كانت مقدمة 11,000، اختاروا منهم حوالي 80,000 فقط. وبالنسبة للأرصاد عندنا أمطار على الوجه البحري والقاهرة اليوم، والصغرى بالعاصمة 15 درجة، أما شمال الصعيد وجنوب الصعيد فكان مائل للدفء نهارا وبارد ليلا. وأخيرا أخبار الفن، كانت الحملة أو الترند اللي انتشر في الآخر طلاق الفنانة أصالة، بيتصدر الترند بعد أنباء انفصالها عن المخرج طارق العريان، وزي ما حضراتكم متابعين من فترة كبيرة انتشر موضوع طلاق الفنانة أصالة، وده بس مش علشان خاطر إن هو ده كل فترة كان بينتشر الموضوع ده، ولكن الفترة دي انتشر أكتر وكان فيه مصداقية أكتر طبعا، لأن بنتها شيم الذهبي كانت عبر الانستجرام بتاعها كانت دايما بتصدر فيديوهات أو بتتكلم كمان عن حاجات اللي هي موجوده عن الخيانه والوجع. كمان الفنانه اصاله في الحفل الاخير بتاعها جاء عند كوبليه كانت بتتكلم فيه عن الخيانه وقامت معيطه، فده ادى للجمهور مصداقيه اكتر ان المره دي في طلاق رسمي، وده مخلى الجمهور متعاطف معاها تماما. وكان في تويتات كتير عن ان هو الرجاله كلهم خاينين، وكان في كمان ترندات كتير اللي هو طارق العريان وطلاق اصاله، فكان الموضوع متناول بشكل كبير. احنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع له. سوني قوي تعيشي ما بقى عن كل الناس هتقابل
مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا النهارده. معانا النهارده استاذ احمد سامي محامي حر وعضو الجمعيه العموميه كمحاميين مصر او لمحاميين مصر والمرشح لمقعد بندر الزقازيق عن جنوب الشرقيه في الانتخابات المقبله. كمان معانا استاذ ايهاب محمد السيد. استاذ احمد صباح الفل ولا مساء الفل؟ صباح الخيرات ومساء الخيرات. استاذ احمد من الناس بتصحى متاخر. بقول استاذ احمد من الناس بتصحى متاخر. انا لا انام. فقلت صباح الفل. لا انام. نورتنا يا استاذ احمد وشرفتنا. معانا كمان النهارده استاذ ايهاب. استاذ احمد في الفتره الاخيره كنا بنسمع دايما عن حالات لسرقات مكاتب المحاميين بالاخص، يعني لان موجود فيها مستندات كتير وبعض الموكلين بيبقوا حصل مشاكل بينهم وبين المحامي فبتتعرض المكاتب دايما للسرقات. حضرتك الوقعات دي قابلتك انت شخصيا وقابلت اكيد حد من الزملاء، فاحنا كنا عايزين نسمع رايك في الموضوع دوت وتحكي لنا الواقعه بتاعت حضرتك يعني. هو القصه كلها ابتدت ان كان فعلا في وقعتين قبل وقعتي لا اعلم عنهم شيئا على الاطلاق، ولكن بعد حدوث وقعتي في 2/11/2019 اقتحم مكتبي ليلا عن طريق القصر وسرقت كافه محتوياته واتلاف كافه محتوياته وسرقت مستندين ومبلغ 140 ألف جنيه. هنا كانت الطامة الكبرى، هنا كسرت هامتي، هنا نسفوا عزيمتي، هنا كانوا يريدوا تحطيمي تحطيما نهائيا، ألا وهم الأرازل عبدة الشيطان لا يعرفون دين لا ينتمون لملة، من فعل ذلك آسم قلبه. اللي حصل بعد كده طريقة الفتح وطريقة الكسر هي طريقة عشوائية تنبئ أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخص زاهب عقله أو مؤثر عليه أو مضغوط نفسيا أو مهدد بكذا وكذا وكذا إلى آخر. ليه يا فندم؟ أنا عندي كروكي مكتبي يستحيل الوصول لغرفتي إلا عن طريق رسم كروكي. إذن ما فعل ذلك الفعل كان لزمه عليه قبل أن يفعله أن يكون معه المعلومات الكافية عن المكتب نفسه. المكتب بل ويكون متصور له من جوه، بل ويكون معاه كروكي ليه. تمام؟ هنا بدأت الحكاية. والأكثر من ذلك أن ذلك المتهم كاف ميم كاف المتهم على ذمة القضية 21355 جنح قسم ثاني الزقازيق والمتهم بسرقة مكتبي وإتلاف محتوياته ليلا عن طريق الكسر يعاقب بنص المادة 316 ثالثا ثانيا وثالثا من قانون العقوبات المصري. وبالفعل تمت محاكمته وقضت محكمة جنح قسم ثاني الزقازيق بجلسة النطق بالحكم 14/11/2019 بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه أن يؤدي لي مبلغ وقدره 10,000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. ولكن لن تنتهي القصة إلى هنا. حينما تقابلت في أولى جلسات محاكمة كامل مصطفى كاف ميم كاف المتهم في تلك القضية. تسمح لي بس أفصل كلامك دقيقة واحدة، هل هو المتهم اعترف فعلا؟ تفصيليا بتحقيقات النيابة العامة، ولا أتحدث إلا بمستند ودليل. تلك أوراق وريقات الدعوة التي تحمل رقم 21355 لسنة 2019 جنح قسم ثاني الزقازيق، المجني عليه أحمد سامي أحمد عوض الله جندي. المتهم كاف ميم كاف. قضي بالحبس بجلسة 7/11/2019 بعد المرافعة حجز الدعوة للحكم لجلسة 14/11، وبتلك الجلسة قضت المحكمة الموقرة بمعاقبة المتهم طبقا لنصوص المواد المقدم بها من النيابة العامة بالحبس 3 سنوات مع شغل والنفاذ. طيب وكما قلت استاذ احمد انا برضو عايزه اقطع كلام حضرتك بحاجه، الحاجات اللي اتاخدت من المكتب حضرتك قدرت تستردها تاني او تعرف ايه هي الحاجات اللي خدوها غير المبلغ المالي؟ هو اجابه للسؤال هبدا من السؤال الثاني ثم ابدا بالاجابه عن السؤال الاول. طبعا. السؤال الثاني هل تحصلت، ده السؤال الاولاني، هل تحصلت على المستندات؟ لا. السؤال الثاني عرفت المستندات اللي اتسرقت من مكتبك ايه يا استاذ احمد؟ جيم بس المفروض تساليني ازاي؟ انت عرفت ليه كده؟ ما هي حاجه كمان اكيد حضرتك لما عارف ان المكتب بتاعك اتعرض للسرقه اكيد حضرتك هتبدا تشوف، لان مكتب محامي مش مكتب رجل اعمال هو داخل يسرق فلوس. أحييك. لا هو اكيد داخل أحييك. ياخد ملف ويمشي. احيي معاليك فعلا زي ما احنا سمعنا هالة عبد الشافي اعلاميه ممتازه. ربنا يخليك. لا تعي ولا تعلم القانون، ولكن
ولكن هذا أقوله على الهواء مباشرة، عقلية إعلامية ممتازة. ليه؟ عشان قالت إزاي أنا لقيت فلوسي، مش هدور على فلوس الناس اللي هي حطت أمانتها كلها واستأمنتني عليها، اللي هي ما بتخاف بتجيلي، اللي هي ما بتتظلم بتقول لي انت بعد ربنا ارفع الظلم عني. ده كان لازم يكون ده الاول، ولكن النفس اماره بالسوء. طب استاذ احمد، قلت نفسي نفسي. انت متعود يا استاذ احمد انك انت تشيل مبالغ ماليه في المكتب اساسا؟ اعمل في المحاماه منذ 5/5/2010، احتفظ بكافه المستندات واموالي واصول ممتلكاتي الموروثه عن المتوفي الى رحمه مولاه والدي الاستاذ سامي احمد عوض الله، والتي تقدر بما لا يقل عن 3-4 مليون جنيه في مكتبي، مستندات، اموال، فلوسي الشخصيه، كل ده في كياني، في قامتي، في عمودي الفقري. قول لي احتفظ بالحاجه دي في مكان امن تاني فين؟ صح. استاذي الجليل، البنوك غير مؤتمنه على هذه المستندات والاموال. مكتبي وعصمتي ورفعة شأني وما أنا عليه الآن وأتحدث إليك هو المكتب، هو الكيان، هو القامة، هي الرسالة. إنها المحاماة يا سادة، إنها بالفعل المحاماة. المحاماة رسالة عظيمة. أستاذ أحمد بقى هنكمل تفاصيل الواقعة. بقى يعني إزاي وإيه اللي اتاخد من عند حضرتك من مستندات؟ وده بتوفيق من عند ربنا. نورتني يا أستاذ. شريط فيديو بيطلع قدامي دلوقتي بالساعه بل والثانيه واليوم والسنه. انا بتاريخ 7/11/2019 ذهبت الى قفص الاتهام. المحبوس فيه المتهم كاف ميم كاف، وقلت له بالحرف الواحد بل وبالفاء، رجل محامي يتحدث العربيه بطلاقه، ايه يا كامل عملت كده ليه؟ ده يرضي ربنا؟ أستاذ أحمد أنا مش جيت لك لوحدي. بتقول إيه يا كامل؟ هو توقعاتي أستاذ أحمد، حضرتك بتتكلمي مع أحمد سامي جندية محامي 10 سنين. غلطت مرة ومش هتتكرر تاني. في أول الحديث ذكرت كامل. أتمنى ما تتكررش تاني زي ما حضرتك. أنا اللي بقول حضرتك. إيه يا كامل اللي أنت، إيه كيف اللي أنت بتقوله ده؟ ايه يا كاف؟ انت فعلا تنبؤي وتفكيري طلع سليم؟ هو في كده في حاجه تانية ناقصه من مكتبي؟ مين يا كاف؟ قال لي الف عين. وللاسف محامي ولكن مبتدئ، له ما له عليه ما عليه، لا استطيع ان اقيمه، لأن من يقيم الخلق هو رب الخلق، ولكن أخطأ ويستحق العقاب. بالفعل يستحق العقاب طبقا للقانون المصري، قانون العقوبات، بالفعل يعاقب، يحبس، أسأله تعويضا مدنيا سواء مؤقتا أو نهائيا قولا واحدا، لأن ما يثبت بالكتابة لا يلغى إلا بالكتاب. فمن بعد أن قال ذلك الاسم، إحنا المحاميين، إحنا البيت المقفول علينا، احنا اللي محدش يقدر يقتحم حصننا، احنا اللي محدش يقدر يهوب لنا، احنا مسترجعي الحقوق، نحن ناصرين الحق، نحن اصحاب الرساله، نحن المحامين رفعه شان اي قوم من الاقوام، هم المحامين. لا تدار اي دوله او اي سياده دون محام. اذا انعدم المحام وفقد دوره باتت الدوله والعدم سواء. من يقيم دوله وجمهورية بدون محامي؟ يعني احنا كلنا مكملين بعض يا استاذ احمد. يعني عفوا معاليك، عفوا معاليك استاذي الفاضل الجليل، صديق عمري، اخويا، حبيبي، وليس محاميا، فمش هتكمل حد. اللي بيكملنا كلنا المحامي. شركتك مش هتقوم الا بمحامي، بيتك اللي انت قاعد فيه عقده هيكتبك محامي، الجزمه اللي حضرتك لابسها في رجلك دي اللي وصلها لك محامي. على فكره ابتسامتك الجميله اللي انت بتبتسمها اللي زي العسل دي اللي خلاها اللي خلاك تبتسمها بعد ربنا سبحانه وتعالى المحامي، عارف ليه؟ ليه يا استاذ؟ عندك محامي؟ اكيد طبعا. عندك محامي؟ عندك محامي؟ اذا الاجابه محامي. ممكن تستغنى عن الدكتور،
هتروح تاخد ورق جوافه وتتعالج من البرد، هتعمل طحينه وتعالج لسانك، صح؟ هذا هو العلم. طب نكمل بالوقت. اكمل. فطبعا احنا المحميين قعدنا وقفلنا على نفسنا اوضنا اللي ما ينفعش حد يخشها ولا اللي اعلى منا يخشها. نحن قلعه الحريات بمعنى الكلمه وبما اتصفت بها كل حرف في تلك الجمله. ايه يا عم؟ ايه يا الف؟ ايه يا حبيبي؟ انت عملت كده ليه؟ انا اسف، والدتي هتموت، انا ما اقدرش اتحب الساعه، حرام، اولادي، زوجته التي اتت اليه امام نصب اعيني، حمال الذي ذهب واتى الى اسم تاني الزازي وقابلني، شقيق زوجته، كل هذا بل وكل هؤلاء توسلوا وطلبوا العفو والمغفره لشخص لا يستحق عفوا ولا مغفره. فقال: اكتب اقرارا بما حدث من الالف الى الياء القرار. معلش يا فندم، استاذي الفاضل الجليل اللي علمني الشغلانه دي وعرفني ازاي ابقى محامي قال لي كلمه واحده بس: البينه على من ادعى واليمين على من انكر. واعرف طبيعه قضيك، هو السيد الاستاذ الفاضل الجليل محمد بك ثروت اباظه، استاذي معلمي ادين له بالفضل، قال لي ما يثبت بالكتابه لا يلغى الا بالكتابه. الاستاذ الف عين الف ميم، وبصحح الاسم اهو، كتب ده: صورة ضوئية أعتمدها بشخصي وبصفتي المجني عليه أنها مقدمة بتحقيقات النيابة العامة في الدعوة الرقيمة 21906 لسنة 2019 جناح قسم ثاني الزقازيق، والمتهم فيها ثلاث: كاف ميم كاف، ألف عين ألف ميم، ه عين ألف ألف صاد. يعني المحامي كان وسيط اهو. مش انا اللي بقول والله، الكاميرا فين اهي، معتمد رسمي مقدمه بخط يدي في حافظه مستندات في تلك الدعوه التي ذكرت رقمها سلفا. هل هذا وراء ارتكاب الواقعه ام لا؟ حضرات المشاهدين، ده اللي كتب كده وقال ان هو وكاف ميم كاف وه عين الف الف صاد ورا ارتكاب الواقع. انا بناشد المشاهدين اولا، هم جمهورنا العظيم وكافه المسؤولين، هل هذا اجراء صحيح ام لا؟ هل هذا الاقرار اخذ عنوه عنه ام لا؟ هذا الاقرار في حضور اكثر من 50 محامي. انا كنت لسه هسال حضرتك، اذكرهم بالاسم. انا كنت لسه هسال حضرتك نفس السؤال، ان دايما الاقرار لا اما بيقولوا ان هو تحت ضغط لا اما اقرار صحيح. انا افتح مداخلات هاتفيه الان واتحمل نتيجتها ونتيجتها والمساءله القانونيه والعقاب اذا كنت مدان بالاتصال ب50 محامي من محامي الزقازيق خاصه جنوب الشرقيه، سوف يصدقون ويقررون ويقولون الحق. هذا ما حدث. امام مين بقى يا فندم؟ امام السيد عضو النقابة العامة عن مقعد جنوب الشرقية. أنا مش بتكلم لوحدي، أنا لما دخلت اسم تاني الزقازيق اخترت السيد النقيب العام سامح بك عاشور اسما لا يستطيع أن يذكر بحروف، هو نقيب المحامين. وبعد ومن ثم اخترت السيد عضو النقابة العامة عن مقعد جنوب الشرقية ولا يذكر بالحروف، طبيعي. السيد الأستاذ عادل بك عفيف. أستاذ أحمد، طب طبيعة المستندات اللي اتاخدت من عندك من المكتب؟ طبعا احنا قلنا بنتكلم بورقه وما بنتكلمش باللسان بس. لا، نتكلم بالورقه. طيب كمان قبل ما حضرتك تتكلم انا عايز اعرف، استاذ ايهاب النهارده منورنا كمان، عايز اعرف سبب وجوده معانا النهارده، هل في نفس القضيه ولا في حاجه مختلفه؟ وجاء اوضح لحضراتكم حاجه تانية خالص عن الاستاذ احمد، ان هو شخص متعاون معانا احنا
محامين معايا في المكتب. انا لسه في رابع حقوق بتمرن مع حضرته، والمعلومه اللي باخدها منه قبل ما يديني معلومه بكون انا مديله حاجه بيديني عليها كذا حاجه، اللي هو انا بوضح له حاجه بيديني كذا بند ليها، مع حد تاني طلبه في حاجه بيكون برضو نفسي سامحه معاه، ما بيسيبش حد. انا فضلت في الحوار بتاعه ده بتاع 20 يوم ما بدخلش البيت عندنا، والدتي لوحدها بسيب البيت ومعاه، علشان هو معانا ما بسيبناش في حاجه. فده كانت حاجه ان انا ما اقدرش اسيبه فيها. طيب هذه ليست مجامله بل حق مشروع له، ولسه ما عرفوش الا من 3 شهور اللي بيقولوا ده. على فكره ده حقه اللي قاله دلوقتي، ده حقه. استاذي علمني كده، قال لي خيركم من تعلم العلم وعلمه. هو قال الفاضل الجليل محمد بكسر وطفازه، هو اللي قال كده. نرجع تاني. تمام، نرجع تفاصيل القضيه مع حضرتك. هذا اقرار من ممكن اذا كانت كاميرا التلفزيون هتجيبه هتجيب الاسامي. لا خلاص، خلاص هقول بس. فانا هقول الاقرار اللي في ايدي بيقول ايه ومضمونه ايه. ده من المتهم اهي، عين الف اللي مضلها عليه على الاقرار ده، سين عين ميم الف طليقه. قال ان انا ملتزم بدفع نفقه شهريه مبلغ 2000 جنيه للصغيرتين سين وصاد بدون دعاء ذكر اسم. ثم اقرار اخر انه يقر بدفع نفقه شهريه 1000 جنيه بدل اجر مسكن وحضانه، انه يقر بدفع مبلغ 1000 جنيه بدل فرش وغطا، اذا يستحق علي 4000 جنيه شهريا، اذا يستحق علي ان تاخذ سالكة ثلاث مستندات الذي قامت بها الدعاوى المتداوله في محاكم الاحوال الشخصيه ضد سين. وانا ليا سؤال بس كده عين شاغل بالي، يعني ميم الف هي ازاي قادره تاثر على المتهم اللي هو مقبوض عليه اللي اتحكم عليه ان هو ما يقولش اسمها، وخصوصا ان هو اتحكم عليه؟ يعني يسال فيها اداره المدرسه اللي هي شغاله فيها، هم اللي يقولوا مين هي، يسال فيها جيرانها، يسال فيها والدتها، يسال فيها شقيقها، يسال فيها بني جلدتها. انت بتسالني انا ليه؟ انا لا استطيع. القصد من الكلام ان هي بتدور على مستندين يجيبوا لها فلوس. تمام، وهل هي طبعا هتدفع فلوس للمتهم اكيد عشان يسكت ما يتكلمش عنها؟ مبلغ 5000 جنيه. تمام، عن يعني طريق الف عين. طب هي في احتياج الفلوس ولا هي معاها فلوس يا فندم؟ ده هو واخده ورقتين ب 540000 جنيه. ما لو حضرتك اديتني الفرصه اكمل هقول لك الاقرارين الثلاثه دول استلمتهم. ما هي وكيله عندي بالتوكيل الرسمي العام المؤرخ في 4/6/2018. جاب التوكيل غلط في شهر 5، اسمه احمد سامي جندي، ولكن انا اسمي احمد سامي احمد عوض الله جندي طبقا للبطاقه الشخصيه. قلت لها ده ما ينفعش، استلمته وحبسته في درجي اللي مش من حقها انها تمشي بيه، ممكن تستغله في امور تانية. فروحت جاي ماسكه منها وحطيته في درجي، قلت لها اعملي تاني توكيل. عملت التوكيل ده وقدم اصله في النيابه العامه اللي هو طبقا للاسم اللي في البطاقه. اللي في البطاقه. تمام. احمد سامي احمد عوض الله جندي. وابتديت اشتغل. عملت اللي انا قلت عليه الثلاث اقرارات ومن حقها تستلمه. اما جات لي في 9/2018 مع احمد عبد الغني، مع الف غن، انا اسف جدا، مع الف غن زوجها العرفي. تمام؟ وطلبت المستندين دول بقى اللي تمنهم 540000 جنيه. واحد بيقول انها استلمت كافه نفقاتها من شهر لغاية شهر 6/2018 تسع سنوات بإجمالي 4000 جنيه في 12 ب48 في 9 في حدود 700000 جنيه، 9 في حدود مبلغ مثلا 480000 جنيه، ومستند تاني ب 6000 جنيه شهريا سنويا. هي لو بتقول ان المستند ده عندها المفروض تقول حاجه. استاذ احمد، هي ما رفعتش ليه القضيه؟ استاذ احمد طبعا الخصم الثاني ليه حق الرد طبعاً في اي وقت، وكده كده تليفون البرنامج موجود على الهواء. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا النهارده. عايزه اقول لكم ان انا كنت عايزه اختمها بتقرير، بس التقرير اللي كنا فيه في مهرجان طبعا سوهاج محتاج ان احنا نتكلم فيه اكتر. ان شاء الله هيكون الحلقه الجايه. استنونا في حلقه جديده كل يوم اثنين في برنامجكم كله تمام مع هلا ولويشي.